مرحبا جميعا. فيديو اليوم راح يكون عن موضوع اللي هو الشريحة الإلكترونية. طبعا أنا تكلمت من قبل عن الحجال، صورت فيديو عن الحجال وكيفية قراءته وشو الرموز وشو بيعني. فهلا أنا راح أتكلم عن شيء هو الشريحة الإلكترونية، بسموها الميكروشيب أو البيس إلكترونيك. هاي الشريحة الإلكترونية لها عدة استخدامات، أكثر شيء بيحطوها للطيور اللي هي كبيرة بالحجم مثل الكاكاتويس أو الكوكاتو أو المكاو أو كذا. ليش؟ لأنه الحجل حتى لو كان أصلي مسكر، بعد فترة راح تنمحل من كتر ما ببغى، راح يبلش يقرط 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 ويلعب فيها، فبدك تلاقي كل الأرقام بدها تنمحها. ومثل ما بتعرفوا إنه هالرقم كتير 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 ضروري لحتى بشهادات البيع وكمان بشهادات الصحة للطائر والتحاليل، إنه هذا الرقم يكون موجود. فلذلك مشان هيك صار في طبعا اللي محطوطه بالانكس قاموا الببغات الكبيره اجباري لازم ينحط الشريحه الالكترونيه، اما البقيه مو كتير اجباري، لكن اغلبهم بيجوا بيعملوها بيحطوا شريحه الكترونيه. الشريحه الالكترونيه طبعا كمان انه مو اي شريحه الكترونيه، في شرائح الكترونيه بدها تكون ايزو، وفي اربع شركات هي بتصنعها. وهي الشرائح الإلكترونية إلى قارئ خاص عبارة عن جهاز، هذا الجهاز هو بيقوم بقراءته، ولازم يكون هو مطابق كمان للمواصفات بحيث يقرأ الشرائح الإلكترونية اللي محطوطة. يعني مو أي كمان جهاز قارئ، بده يكون هو معتمد لحتى يقرأ الشرائح اللي معترف عليها دوليا. فايش الشريحة الإلكترونية والأرقام؟ الأرقام الموجودة عبارة عن كود 3 أرقام بيرمز للبلد، مثلا 250 عندنا إياه هو بيرمز لفرنسا، وفي كمان بعض الأرقام اللي ترمز للشركة المصنعة للشريحة الإلكترونية مشان نعرف نحن أي شركة. والأرقام اللي باقية هي عبارة عن 12 رقم، هي بتكون رقم خاص بالطائر. فراح أورجيكم كيف. طبعا شرائح الكترونيه بتنحط بصدر الطائر على الجهه اليسار تقريبا. فراح نبلش، راح اورجيكم. هذا هو الجهاز ميني ريدر سكان. هلا راح ابلش اعمل له سكان يبحث عن الشريحه. ثواني اضغط، هلا راح يبحث عن الشريحه. صباح كوكو، صباح توا، صباح. شايفين هذا هو رقم الشريحة الإلكترونية. فشايفين فوق الأربع رموز هي الشركة المصنعة، 250 هي فرنسا، والباقي هي رقم اللي خاص بالطائر. في معلومة كمان كتير مهمة، إنه هاي الشريحة الإلكترونية مو أي مين ما كان بيروح بيحطها، لازم يكون طبيب بيطري مختص هو اللي حتى يحط الشريحة الإلكترونية، وفي شهادة بتتعبى مع الشريحة الإلكترونية بسموها سيرتيفيكا دو ماركاج، بيكون عليها ختم الطبيب البيطري، وراح يلزق هو كمان الكود بار تبع الشريحة الإلكترونية. فيعني إذا أي شريحة إلكترونية ما بتكون محطوطة من قبل طبيب بيطري ما لها أي قيمة، ما لها أي قيمة ولا تؤخذ بعين الاعتبار. فلذلك اللي راح يوضع الشريحة الإلكترونية لازم يكون طبيب بيطري معتمد، لأنه هو له رقم خاص فيه راح يقوم يسجلها بقاعدة بيانات دولية، بحيث يعني هو الوحيد اللي له أكسي مدخل لهي قاعدة البيانات. فيعني أي واحد يروح يشتري لي شريحة إلكترونية يروح يشتهد ويدخلها، بغض النظر دخلها صح ولا غلط للشريحة الإلكترونية، إذا كان في عمليات الاستيراد والتصدير وشهادات ودخلوا الرقم راح يشوفوا إنه هذا الطائر غير مسجل، وبالعكس بيكون مرتكب مخالفة. فلازم الشريحة الإلكترونية يكون الطبيب البيطري هو اللي قام بإدخال أي شريحة إلكترونية، ولازم يكون مسجلة بقاعدة البيانات الدولية. فهذا كل شيء لليوم. إذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي سبسكرايب حتى يصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوا الاشتراك بصفتي على الفيسبوك، وشكرا كثير لكم.